بدر محمد بن خميس بن مصبح بن بدر هنا ايضا من انطلق بالفوز والناموس بست دقائق ثانيتين ثلاثه من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الاداء المميز الجميل. بينما سرى من حل على المركز الثاني هنا بتوقيت الزمن المعارضه ست دقائق ثانيتين خمسه من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس السيف ايضا بن شوطة الخيالي من حل على المركز الثاني والمركز الثالث. اتانا منجز بالانطلاق والتحدي الجميل هنا ايضا بانطلاقه لسعيد بن عامر المغيري بتوقيت الزمن المدارس دقائق ثواني من الثانيه. تهانينا وناموس تهانينا للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام واشواطنا تتوالى بالانطلاقات وبالتحديات الجميلة. الشوط الخامس عشر الذي اعلنت انطلاقته في هذا المساء الماطر في اول ايام مهرجان سمو ولي عهد دبي في هذه الانطلاقات الجميلة. انطلق الشوط الخامس عشر يحمل لبكار الحقائق يحمل شعارات يا ابناء الخليج الغادمين في دار المكتوم في المرموم على الرحب مركز الاول مباشرة. مباشرة ننطلق مع المركز الأول الخزرة تأتي بالمركز الأول محمد بن هلال بن سالم بن عبيد الحميري يأتي بالمقدمة المركز الثاني ثاني المراكز المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. الحذر الحذر سعيد بن محمد الكتبياتي في المركز الثاني المركز الثالث ثالث المراكز. اشوف الانطلاق اشوف التقدم مشاهدينا متابعينا الكرام وهذه شديده شديده. منصور بن مبارك بن سعيد الوهيبي تتقدم في هذه اللحظات المركز الرابع. وصلت حدث سيف بن جعفر بن سيل بن مرخان الكتبي يتقدم في هذه اللحظات. بينما هناك تتواجد مشاهدينا الاعزاء هذه نزوح احمد بن خليفه بن هامل الغيث القبيسي يتقدم. بينما هناك تقدمت في هذه اللحظات ووصلت وضوح محمد بن راشد بن حليس الكتبي. والمركز السابع هذه من وصلت في سابع المراكز تقدمت شواهيل عبد الله بن سعيد بن مبارك بن عايد الكتبي. والمركز الثامن اشوف الانطلاق شوف اللي وصلت على ثامن المراكز هذه جود تتقدم في هذه اللحظه سعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي. والمركز التاسع تاسع المراكز تقدمت في هذه اللحظات لسالم بن خلفان بن واصل الكتبي. والمركز العاشر عاشر المراكز الهدة أتت من هدة لجاسم بن سالم بن علي الغيلاني. هذه العشر المراكز الأولى هذه العشر المراكز الأولى. بينما نروح مع الخيزلاء اللي في المركز الأول تسيطر على مقدمة الشوط. الخيزلاء تأتي بالمركز الأول محمد بن هلال بن سالم بن عبيد بالعرطي يتقدم مع الخيزلاء على المقدمة على المركز الأول مسيطرة ومن فرد بالمركز الأول من فرد بالمقدمة. تب السلامات من المرموم لأهل المرموم في هذه الانطلاقات. ولكن شوف التحرك من المركز الثاني وضحة 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 على المركز الثاني محمد بن راشد بن حليس الكتبي على ثاني المراكز. والمركز الثالث هذه تواجدت حدث في مثل هذا اليوم مع حدث سيف بن جعفر بن مرخان الكتبي يتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع فتحركت ووصلت نزوح يا نزوح أحمد بن خليفة بن هامل القبيسي يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع.
الكيلو الأخير، الكيلو الأخير أسير مع بالعرطي مع المركز الأول. الخزلة، الخزلة على المركز الأول تندفع بالمقدمة، تأتي مع بالعرطي، ولكن شوف اللي غيرت، شوف اللي بدلت. بن حليس، وضوح بن حليس، وضوح بن حليس، وأهل الهير محمد بن راشد بن حليس مع وضوح على المركز الأول. الخزلة على المركز الثاني، على المركز الثاني، ومحمد بن هلال الحميري، ولكن وصلت الأسماء، وصلت الأسماء. شوف 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 اللي وصلت، فنون فنون فنون. زايد بن عبد المعطي بن حامد المهري، زايد بن عبد المعطي بن حامد بن حماد المهري، ولكن هناك أيضا من الجانب الآخر هذه تواجدت، هذه تقدمت جود سعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي، الهاشمي. ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى المقدمة، أعود إلى وضوح، وضوح محمد بن راشد بن حليس. أهل الهيار، الهيار سلام، سلام يا أهل الهيار، سلام يا أهل الهيار، تهانينا تهانينا محمد بن راشد بن حليس الكتبي، وسلام لأهل الهيار على هذا الفوز والناموس المركز الثاني في الأمتار الأخيرة. والوالة وصلت في المركز الثاني، محمد بن سعيد بن حلوة الكتبي، والمركز الثالث، المركز الثالث مشاهدين العزاء. هذه من وصلت جود لسعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي، والمركز الرابع من وصلت في رابع المراكز، هذه فنون لزايد بن عبد المعطي بن حماد المهري. المركز الخامس وصلت في خامس المراكز الريف لمالك سلطان بن محمد بن سلطان الخاطري. التوقيت الزمني لهذا الشوط لأهالي الهير وابن حليس 6 دقائق 4 ثواني، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا محمد بن رايد بن حليس الكتبي، وسلام لأهل الهير، سلام على أفوز وضوح بهذا الأداء الجميل. 6 دقائق و5 ثواني، 5 أجزاء من الثانية المركز الثاني. والوالة هذه وصلت في المركز الثاني، محمد بن سعيد بن حلوة قدمت في الأمتار الأخيرة أداء جميل ورائع. المركز الثالث 6 دقائق 5 ثواني، 6 أجزاء من الثانية من وصلت في المركز الثالث، كذلك بتنافس جميل من البداية. وهذه جود سعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي، تهانينا لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا الكرام.